في مشهد مميز الحقيقة بيؤكد اعتزاز المسلمين وتقديرهم للأزهر الشريف وعلمائه، احتشد الآلاف من طلاب وعلماء اندونيسيا للترحيب والاحتفاء بعلماء الأزهر الشريف اللي حرصوا على مشاركة الشعب الاندونيسي في احتفاله بالذكرى 88 لإنشاء جمعية نهضة الوطن الاندونيسي. خلينا نتعرف أكتر عن هذه الزيارة وأهميتها مع دكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. أهلا بحضرتكم وبالسادة المشاهدين كلهم كل عام. يعني لو حضرتك تحطينا كده معاك في الصورة وتكلمنا عن استقبال الشعب الإندونيسي لعلماء الأزهر، إيه هي الرسالة اللي كان بيحملها هذا الاستقبال بالنسبة للعلاقات حتى الثقافية والدينية بين مصر وإندونيسيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وآله. في البداية أتوجه بخالص الشكر والتقدير لحضراتكم على اهتمامكم بمثل هذه المشاهد وتسليط الضوء عليها، لأنه من الأهمية بمكان أن احنا نشوف كلنا مع بعض مدى تأثير الدولة المصرية ومؤسسات الدولة المصرية في عدد كبير جدا من الدول وفي نفوس أبناء هذه الدول، وأنه القوى الناعمة المصرية بتلعب دور مهم جدا في التأثير الفكري والثقافي والمعرفي ونشر المحبة للهوية المصرية بصورتها العامة، سواء مؤسسات دينية أو مؤسسات ثقافية أو الصورة المصرية بشكل عام. مدى تأثير هذه الصورة في نفوس عديد من أبناء الدول في العالم، لا سيما دول جنوب شرق آسيا. عندنا زيارة إندونيسيا دي زي ما حضراتكم شفتوا، خليني بدون مبالغة أقول لحضراتكم إن إحنا قعدنا في موكب قبل هذه الاحتفالية اللي صورها منشورة. في اليوم السابق لهذه الاحتفالية جلسنا في موكب يمر فيه الطلاب أبناء هذه الجمعية والمنتسبين إليها لطلب العلوم من الظهر إلى بعد المغرب. الفريق اللي يعدي في هذا الموكب لا يمر مرة ثانية. شوف كم هذه الأعداد الضخمة، صحيح عدد كبير جدا، الذين ينتسبون إلى هذه المؤسسة جاءوا للمشاركة في هذه الاحتفالية وفي هذه الذكرى. طبعا ده بيدل على اعتزازهم الكبير جدا بالمؤسسة العلمية التي ينتسبون إليها، كذلك اعتزازهم الكبير جدا بالأزهر الشريف وبعلمائه، وكذلك الدولة المصرية ومحبتهم لمصر. ده ممكن تنعكس آثاره الفكرية والثقافية بشكل كبير جدا في مدى القدرة على استثمار هذا الدور لتوطيد علاقات متنوعة، صحيح، فيما يخص الدولة المصرية وفيما يخص المؤسسة الدينية في هذا الشأن، خاصة أن الأزهر الشريف يستقبل 65 ألف طالب وافد من دول العالم. أكثر الدول اللي بتحصل على منح من الأزهر الشريف اللي بتدعمها مؤسسات الدولة زي بالتنسيق طبعا مع وزارة الخارجية ومن المؤسسات المتنوعة في الدولة، طبعا استثمار هذا الدور أمر مهم للغاية. وطبعا الحكاية عن المشهد وصورته كاملة لا تستطيع الكلمات أن تعبر عنه في هذا المشهد بصوره كامله، ولكن احنا بناخد مقتطفات كده وعن الحديث اللي اتكلمناه هناك. لكن واضح يا دكتور، واعتقد ان الاجزاء اللي حضرتك شرحتها يعني بتقول موكب من الظهر لحد المغرب، الناس اللي جت تحضر هذه الاحتفاليه وهذه الفعاليه اللي عدى مره ما بيعديش تاني، معناه ان الاعداد بالالاف هناك. اعتقد انه ده الهدف من هذه الزياره ومشاركه اندونيسيا في هذه الاحتفاليه، هو التواصل واثبات القدره على التاثير سواء ثقافيا او دينيا. ده انا عايز اقول لحضرتك انه المسؤول عن الجمعيه دلوقتي، رئيس هذه الجمعيه الدكتور زين المجد، هو ازهري تخرج في الازهر الشريف، وحصل على دراساته في الجامعية والدراسات العليا والماجستير والدكتوراه في الأزهر الشريف، وكذلك عندما ذهب إلى إندونيسيا ارتقى منصب محافظ هذه المحافظة في جزيرة لامبوك.
ويعني الدكتور زين المجد محافظ لومبوك بقي محافظا لمدة 10 سنوات. فشوف، وبعد ما بقى محافظ لمدة 10 سنوات ورئيس المنظمة العالمية لخريج الأزهر فرع إندونيسيا. فشوف هنا إزاي ممكن يكون تأثير الأزهر إذا كان أبناء الأزهر اللي بيتخرجوا منه بيتخرجوا في مصر بيوصلوا لدولهم وبيكونوا مسؤولين كبار في هذه الدول. طبعا بكل كبيرة تأكيد كبيرة في هذه الدولة، بيكونوا رؤساء وزراء في بعض الأحيان، بيكونوا رؤساء دول، بيكونوا مسؤولين عن التأثير في الرأي. وإحنا محتاجين يعني تكون هذه الآراء في العالم كله لها قبول كبير للدولة المصرية وقبول كبير للمؤسسات المصرية، وهذا يدعم التعاون في عديد من الملفات ليس الملفات الدينية فقط. طبعا بكل تأكيد يا فندم. يعني بما أن حضرتك كمان بتتحدث عن جمعية نهضة الوطن الإندونيسية، والحقيقة بتعتبر يعني واحدة من أكبر جمعيات الإسلامية في إندونيسيا، لو حضرتك تطلعنا وتشاركنا مزيد من المعلومات عن دورها في نشر العلم والثقافة الإسلامية في إندونيسيا. أنا يمكن ذكرت لحضراتكم عن هذا الموكب، الموكب اللي مر قبل صور الاحتفالية التي نشرت. في هذه الاحتفالية التي نشرت تحدث فيها العلماء وتحدث رئيس الجمعية عن دور هذه الجمعية التي يزيد عدد فروعها في إندونيسيا بشكل عام عن عشرات الآلاف في كل ربوع الدولة الإندونيسية. هذه الأمة الكبيرة، إندونيسيا دي أمة كبيرة جدا طبعا، وأهميتها بالنسبة لنا أهمية كبيرة جدا. فما تكون جمعية بهذا الشكل تحرص على مشاركة الأزهر الشريف بصفة مستمرة في هذه الاحتفاليات، نستطيع أن نستثمر هذا الدور وهذا القبول في تكوين العقلي والفكري لهؤلاء الأبناء الذين جاءوا للاهتمام بالعلم. يعني أنا يمكن في كلمتي بقول لهم من كثرة ومن شدة احترامهم للعلم، ده أمر عجيب جدا. أنا رغم أن أنا أعرف هذه الشعوب ومحبتها للأزهر، لكن ما كنتش متصور أن هذه المحبة واصلة إلى هذه الدرجة. ليست صورة فقط، وإنما محبة، محبة أن القلوب تهفو إلى الأزهر، تهفو إلى مصر، تشتاق إلى مصر وإلى الدراسة فيها وإلى التعلم من علماء الأزهر وإلى اجتماع يجلسون وكأن على رؤوسهم الطير لا يحركون ساكنا. لذلك كلمتهم عن منطلقات طلب العلم وفضل طالب العلم وبركة العلم وعن دور إصلاح القلب وإصلاح العقل وإصلاح اللسان وعن مصادر المعرفة، لأنه مهم جدا في الفترات اللي انتشر فيها فكر متشدد طبعا. إن احنا نبين للأبناء في الدنيا كلها، لأن العالم أصبح قرية صغيرة بعد وسائل التواصل والكلام ده، فمهم جدا إن احنا نطلعهم على مصادر المعرفة خاصة في هذه الجمعيات المدارس الكبرى بتضم عدد كبير من المنتسبين إليها. تمام، وبكل تأكيد كان في أحاديث جانبية ولقاءات متفرعة من الفعالية الأساسية، وكان في أكيد تواصل فكري وثقافي مع الحضور من جانب طبعا الأزهر ومن جانب الحضور في دولة إندونيسيا. إزاي ممكن نغتنم تقدير العالم الإسلامي لمؤسسة الأزهر الشريف في نشر تعليم الدين الإسلامي السمح؟ احنا ممكن نستثمر، خليني اقول لحضرتك وبكل صراحة ووضوح، ممكن نستثمر هذا الدور وهذه المحبة في مجالات متعددة، في مجالات متعددة، بالإضافة إلى استثمارها فيما يخص الجانب الديني ونشر العلوم الدينية الصحيحة والفكر الصحيح حتى يتشبع به أبناء الدنيا كلها فيصححون المفاهيم لأصحاب المفاهيم المغلوطة، وينتشر هذا الفكر الوسطي الذي يقوم على علم الدليل وعلى مناهج العلوم التي نستفيد من خلالها أو نفهم من خلالها هذا الدليل، كتاب السنة والإجماع والقياس، نتعلم العلوم هذه مراعاة أحوال المجتمعات المستفيدة من هذه الأدلة، وده اللي غاب عن الجماعات المتشددة. ولكن هو ده في الحقيقة هو جوهر فكر الأزهر الشريف، معرفة الدليل الأدلة
مناهج للاستفاده من هذه الادله، صحيح. العلوم، الاصول، المقاصد، اللغه والمنطق والفلسفه وغيره، مراعاه احوال المجتمعات المستفيده من هذه الادله. هذه الجامعات المتشدده لم تراعي احوال المجتمعات، ولم يكن عندها مناهج للاستفاده من الدليل، ولم ياخذوا من الدليل الا كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما فهموها اصلا لان ليست عندهم مناهجيه للاستفاده، فتشددوا وانحرفوا وتطرفوا وافسدوا في البلاد. مهم جدا استثمار هذا الدور، مهم جدا استثماره في الشأن الثقافي، في التأثير في جميع الملفات التي تخص الدولة المصرية، لأنه إذا في شخص أصبح عنده تقبل لمؤسسات الدولة المصرية ولمؤسسات الدولة المصرية وتعلق بها قلبه، نستطيع أن نستثمر هذا الاستثمار كبير جدا في كل هذه الملفات من خلال تواصل فكري وديني وثقافي وعلمي ومعرفي فعال، ومن خلال استثمار هذه النماذج النابهه اللي موجوده عندنا في الازهر دلوقتي موجودين عندنا، في تكوينهم تكوين سفراء لمصر وللازهر. صحيح دكتور، طبعا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا الدكتور اسامه الحديدي مدير مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه، الف شكر لحضرتك.